القضاء ديال الصالح السلام كيفاش فرقوه ووزعوه وتركوه المستفيدين الحقيقيين يصرخون ويطرقون ابواب الادارات دون مجيب. اما اليوم في هذه نفس اللحظه واقفين واحد المواطنات ومواطنين شرفاء اللي هما كيدافعوا على المشروع ديال سوق الصالحين بسلا. وراه ما يمكنش نخليو جميع المواطنات والمواطنين يمشيو يوقفوا قدام البرلمان. فينا يا دور تحقق القانون اللي بغينا نبنيو؟ هاد الناس ذوي الحقوق كتلقى فساد تيجيب هادوك اللي خصهم يستافدوا من هاد الحوانت الجديده وهذا الشيء اللي غيتصوب كيعطيهم لحدين اخرين صحابهم، وكاين اللي قيدوا مع اربعه الناس عمرهم ما كانوا عندهم حتى شي حق في داك الشيء. ولهذا اليوم كنطالبوا بالحق واحقاق الحق بالنسبه لهاد الناس. بركه ما نعذبوا في هاد الامهات وفي هاد الاباء واقفين في الزناقي كيعيطوا شكون اللي غادي ينصفنا؟ فينا يا دور تحقق القانون اللي بغيناه؟ تسريع للجميع، تسريع للجميع باش المغاربه يعيشوا في امن وسلام وكرامه ديالهم وصونه وانهم يستافدوا من الحقوق ديالهم. هاد الناس ما كيطالبوا حتى شي حاجه اللي هي خارج القانون، كيطالبوا بتطبيق القانون وتيطالبوا بالانصاف، والدوله ديال الانصاف وديال العدل هي اللي بغيناها، هي اللي بغيناها اليوم. وتنحيي كل هذا الحضور الكريم من امهات واباء واصحاب هادو ذوي الحقوق ملي الحوانت اللي كيترزقوا الله بالشكل اللي هو شريف ونزيه وكيجيبوا طرف الخبز نقي لوليداتهم. خصناهم الانصاف، بركه من التلاعب بحقوق الناس. هادشي اللي خصنا اللي كنقولوا اليوم. وثانيا حمايه الجمعيات ديال المجتمع المدني الجاده اللي خصها تدافع وتعاون باش نبنيو دوله الحق والقانون. وثالثا حمايه الهيئه ديال المحامون والقضاه الشرفاء باش يمكن لنا نبنيو ونحققوا واحد نظام العداله اللي غيسمح لنا غدا نوصلوا كلنا لمحاكمه عادله والانصاف ديالنا والحق باش نوصلوا لحقوقنا كامله ونعيشوا في امن وسلام وتحيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.